Bonjour mes élèves, avec vous Monsieur Mahmoud. Aujourd'hui on va s'éditer le verbe communion pour se composer. Yani, le verbe, là où le maïm a échoué avec ce, mais c'est le verbe pronominal. Demain, à ce moment-là, on fait passer comme vous. Dans un coup, le verbe est là où il est seul, il se lève, ou dit mané, des stages, ou il y a des hymnes, ou il y a un psy que je suis, il est, c'est très bas. Ce premier, il y a de la zahia, mais pas de yani. Et le verbe, où il est seul, il est échoué, il se lève, pronominal, yani, il s'en fait passer, il se lève. Dès qu'on coule le verbe, le pronominal, il est très bien. الأجزاءات بتاع أو المساعد بتاع أو الهيب الجبل بتاع هو تصريف الرئات تمام؟ خد بالك أما جاء أصلا في الفيرب البرونيوكي السو دايما مع جو بتتحول لمو مع تو تو طبعا أنت فاكر مع هيب بتفضل زي ما هي سو وإلى آخره اللي أنت فاكره مع نو بتبقى نو كمان مع فو فو كمان مع جيل وقال بتفضل زي ما هي عارفين احنا الكلام ده وعارفين تصريف الفيرب نفسه لما اجيب منه البيبي بحط دايما الاكسون لانه انتهى بالبيبي. طب مين الاكزيديال فيرب بتاعك هيطلع في الاخر تصريف فيرب اكت؟ بص مع جو اخذنا مين؟ سوي. انت عارف ان اي فيرب في بارتيسيب باسي لما يكون الهيلبنج فيرب او الاكزيديال فيرب بتاعه هو فيرب اكت دايما بتعمل فلاش باك او بتعمل ريفليكت كده على السوجي بتاعك. من حيث ايه؟ هو ماسكولان ولا فيمينان؟ هو سنجولي ولا بلوريال؟ طيب انا كمسيو محمود بتكلم عن نفسي بقول جو صح؟ ولو في مدمازيل قاعده بتقول برضه على نفسها جو يعني بتمشي للولد وللبنت. طب انا لما اعمل جمله في الباسي لازم يبقى في اكور ما بين البيبي والسوجي. طيب انا محمود بتكلم عن نفسي هقول ايه؟ هقول جو مو سوي لوفي لحد هنا لان انا ولد انا ماسكولان. طيب لو بنوته قاعده او مظاهرها تتكلم عن نفسها هتقول جو مو سوي لوفي وتضيف الاو اوتوماتيك يعني البنوته دايما هتحط في الاخر او المسيو او الراجل مش هتحط الاو لان جو بتمشي للاثنين مفهومه دي كده؟ طب لو بكلم حد وبقول له انت صحيت الساعه كام النهارده؟ انت صحيت متاخر النهارده ايه وين؟ فبقول له تيتي ليفي. طيب انا بكلم ولد برضه نفس الكلام هفضل لحد الاو لان ماسكولان. لو بكلم بنت اروح مزود لها ال تمام؟ امشي كمان بالاسلوب هو هو كمل هتلاقي مع ايه؟ احنا متعودين ان ايه دي دايما سنجي ماسكولان زي ما بنقول هي ما فيش فيها تبعيه في الانجلش ولا الكلام ده يبقى اقول له سيلوفي ما حطيتش الاو اللي هي في الدايره كالعاده لان انا بكلم ولد دايما ما فيش احتمال ان انا بسمعه او يتكلم ما بنتي. طيب لو في ديالوج او في كومبوزيسيون او اي حاجه حد بيتكلم عن نفسه كاتب مثلا نهال تمام؟ فاما اقول يا نهال او انا كنهال بتكلم عن نفسي فاقول دايما الو خلاص؟ طيب لو في راجل بيتكلم عن نفسه مش هيقول الو زي ما هنا ايه؟ ده ولد فما فيش اضافه. طب بنت اوتوماتيك مش هنحطها في دايره بقى اوتوماتيكمون هنبتدي نحط الو من غير دوائر لان دي مع ايه؟ طب انا عملت كل ده سنجولي اهو، طب ما الام انت متعود برضه ان هي سنجولي؟ لا، الام انت فاكر ان كان معناها زمان نو، دايما بتكلمها ان دول جماعه، فلما تيجي تتصرف مع ايه؟ هتبقى انت عارف ان هي تصريفها مع ايه سنجولي؟ الفيرب بس، لكن البيبي دايما في الاخر بياخد الحرف اس لان الام بتدل في معناها على الجمع، والجمع دايما طالما جمع بيتقال دايما يا شباب الجمع المذكر، المذكر يسوع. يعني ربنا دايما لما جه يكلم الانسان قال لي ايها الانسان، يا ايها المؤمن، ما قالش ايها المؤمنه الا في حاجات معينه، انا كمان يبقى الوجه العام دايما في كلمه ام انه ماسكولان بلوريال. طيب انا قلت جمله كده دايما في الافيرماتيف، عايز اعملها نيجاتيف، اعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي دو فيرب. لما يكون عندنا دو فيرب يا شباب بنعمل ايه؟ دايما بندور على الفيرب الكونجوجي وهو اللي ننفيه، نحط قبل منه نو وبعد منه با خالص يبقى اقول له جو نو مو جو نو ها جو مو ولا نحطها هنا نحط فين؟ في المكان ده ولا المكان ده؟ لما تيجي تنطق هتلاقي نفسك متلخبط. طب لما تيجي اتلخبط يبقى اعمل ايه؟ اخد الفيرب بالضمير بتاعه احط هنا اقول له جو وبعدين اقول له نو واحط الاثنين مسوي ما بين النفي. خدت بالك احنا عملنا ايه؟ تاني حطيت الفيربين الفيرب سوري والضمير اللي كان اصله سو فاقول له جو نو مسوي با وبعدين اجيب البارتيسيب باسي براحتي خالص في البيبي. لو ولد هيكتب لحد هنا ولو بنت هتزود له. طب هنا برضه نفس الكلام اما اجي انفيها خلاص انت فهمت بقى تو وبعدين نو صح كده؟
واحط هنا تي اي ها واقول له بعد كده مين با واكمل جملتي. يبقى انا دايما باخد الفيرب والضمير سو او مير او تي ما بين النمر يا شباب والبا. تمام نرجع تاني. طب انا هقول اهو مع نو اقول له نو نو صم. طيب نو دول جماعه، جماعه ولاد اللي بيتكلموا يبقى الاس. طب جماعه من البنات يبقى اقول الاس. يبقى انت لازم يبقى عندك معلومه النو دي عايده على رجاله ولا عايده على ستات، عايده على ماسكولاه ولا فيمينيه. عايزه ما فيها برضو اخد الاثنين دول واحط قبل منه النو وبعد منه با، يبقى انا نفيت الجمله. خلاص برضو نفس الكلام فوق، بتكلم مجموعه من الولاد ولا بتكلم مجموعه من البنات؟ لما اقول لهم انتم صحيتوا، طب مع حين افيك اس باين ان هم دايما جمع ولاد، مع ال افيك اس اهو سوري باين ان هي دايما جمع بنات. فهقول هنا دايما بحط الفيرب بالضمير بتاعه ما بين النو والايه يا شباب والبا. يبقى عايز انفي اي جمله في الباسيه تمام، عايز انفي اي جمله في الباسيه اقول له ال نو سون با لوفي صعبه، ومش هقول الا دايما بنات، فهقول دايما هنا بأس على طول لان هي من غير دايره. تمام فو. طيب فو كمان يا شباب، انا لما اتكلم على فو فيها حاجتين، يا ترى فو اللي انت تقصدها دي سنجولي ولا بلوريال، كانت احترام ولا كانت جامعه. انت بتكلم مجموعه من الناس فعلى طول دايما هتحط الاس بأس. طب لو هتكلم حد بس، يعني مثلا في الجمله دي بص كويس، مكتوب لي في الاول مدام وبرضه قلت لها ايفو، هي المدام دي كده جمع ولا احترام؟ انا بعمل لها ريسبي بحترمها فبقول لها حضرتك مش انتم. فلما اجي اعمل فيرب زي سوري في ايه اللي هو يا ستايتس ده، اما اجي اعمله في الباسي اقول له فو يا مدام، واكتب دي تتحول لفو. طيب وبعدين الاكزامبل بتاعي تبقى ات اقول له فوزات، واللي في ايه هعملها باسي زي ما احنا اتعودنا بس هبعد شويه كده تمام، واجي اعملها باسي يبقى تلفو دي عايده على مدام اوتوماتيك، اروح مزود في الاخر ايه يا شباب برافو عليكم. طب عايز اعملها نيجاتيف اروح حاطط ها الاثنين دول ات سوري وقبل منها اهو ادي فو موجوده السوجي بتاعي واحط نو واحط بعد فو زاد كلمه با، يبقى انا عملت لها الافرماتيف من غير النيو والبا. لو اعمل نيجاتيف اضيف نيو قبل الفو الثانيه وبا بعد الاسبوعين بتاعك عشان دي كانت مدام زودنا. طيب لو هقول مسيو ها معروف ان مسيو دايما ده بيساوي فو برضه بس بحترمه، طب هو ولد ولا ده مسيو ده مس مسكولا، يبقى هقول له كده مسيو ها اهل السيو تتحول الى الفو الثانيه اللي اتعودنا عليها، وبعدين اقول له او اقول له فوزي واللي في ايه نفس الكلام. ها طيب هنا هضيف اي اكار؟ لا خالص، عشان انا في دماغي المعلومه ان الفو السوجي دي عايده للمسيو اللي هو سنجلين ماسكولان، فمش هضيف اي حاجه. برضه عايز فيها اروح حاطط اقول له فو الاولانيه موجوده واحط النو وبعدين فوزات معايا الكلام وبعدين كلمه با واجيب بعد منهم الباسي باسي، يبقى انا عملت جمله كده في الباسي افرماتيف والباسي نيجاتيف مع الاكزوليير بتاعك ات. بس خد بالك لاخر مره، خد بالك قوي ان الاكزوليير ات بيخليك بيجبرك ان البارتيسيب باسي بتاعك لازم تشوف هو السوجي بتاعه سنجلي ولا بلوريال، هو السوجي بتاعه فيمينا ولا ماسكولان، وما نتوهش ابدا وما نغلطش ابدا. خلي بالك من لان دي بتيجي كتير في الكويز يا شباب، دايما بتعود على جمع في معناها، بس الفيرب بيتصرف كانه مع ايه؟ المفرد. خد بالك اول ما نلاقي بعد اذنك لو كان الاكسوليير بتاعك ات دايما نضيف في الاخر اس، هو حد يتلخبط يقول احنا بنات بنتكلم فنضيف اس، لا دايما اس لان هي عايده في المطلق على المذكر. ميرسي برفوات. مرة تانية نكمل على الفيديو اللي قبل كده، كنا بنتكلم في الفيديو قبل كده ازاي نعمل فيرب برونومينوم في الافرماتيف في النيجاتيف في الباسيف كومبوزي، تعالى المرة دي بقى نشوف لو فيرب مش برونومينوم وعايزين نعمله في الباسيف في نيجاسيون، أيما نقول النيجاسيون بتاعه ازاي؟ احنا بنقول دايما الفراز بتاعك بتقول افونت يار تي اشونتي على جراب
طبعا معروف قوي تيجي خلاص انا كده بكلم ولدي، عشان كده ما ضفتش الاف بتاعت البنت. يبقى انا كده انا كمحمود وانا بتكلم بكلم ولد، لو بقصد ان اكلم بنت كنت زونت الاف. خلاص دي بتاعت المره اللي فاتت. طب عايزين نعمل الجمله دي نيجاسيون، ها فكروا معايا، بننزل الكلمه بتاعت افونتيير زي ما هي ما فيش منها مشاكل، وبعدين السوجي بتاعي هلاقي كلمه تي، وبعدين الاوكسيليري بتاعك مين؟ برافو ده افوار. طيب هعمل ايه؟ قال لي بنحط الفيرب الاوكسيليير ما بين النو والبا، تمام، وبينزل اهو عادي خالص زي ما هو. يبقى انا كده عملت النيجاسيون بتاعي بعمل مين؟ بنفي الفيرب افوار. ولو نيجاسيون جمله فيها اكس، بص كده في اللي تحتيها لما اقول له لاني باسي الي بارتي، طيب فين الفيرب اللي عندي الاوكسيليير؟ طلع الفيرب مين؟ اتر. طب عايز انفي الجمله احط قبل منه ن وبعد منه با، يبقى انا نفيت اقول له اني با. بس خلي بالك ادي ا وادي ا، فهتركز وانت بتكتب عشان ما تقعش في اخطاء، شوف الفاولز او الفويال واقول له اني با واكمل جملتي عادي خالص. تاني يا شباب، وباين قوي هنا عشان ال في ميناء والاكسيلير بتاعك اتر، بص كويس كده زودنا ايه في الاخر؟ ال في ميناء عشان ده ادي مشيت مع السوجي بتاعي. عايز اعمل اي جمله في الباسيه يا جماعه، سواء الاكسيلير بتاعك افوار او الاكسيلير بتاعك ات، بتحط الاكسيلير بس بتاعك ما بين النيم والبا، ومن الفيرب في الباسيه ما بيتاثرش. اقرا بقى الجمله كده افيرماتيف ونيجاتيف، هقول له افونتيير تي اشونتي ا لوكرا، ده كده جمله افيرماتيف. طب عايز انفيها هقول له افونتيير تو نابا شونتي عادي خالص. ها وصلت كده يا شباب؟ لوبيلا ما فيش فيها اي تغيير والدنيا سهله وجميله. انت ركز بس في الفيرب المساعد بتاعك او الاوكسيليير فيرب بتاعك، حط انترني وايه وبا، ونفس الكلام لاني باسي الني با واكمل عادي خالص بارتي. ها وخلي بالك او لي بون اون افيون، كلام سهل وما فيش منه مشاكل. طيب تعالوا نفتكر برضو الكور اللي قبل كده لما كنا بنتكلم على الفيرب البرونومينوز وتمارين، اما اقول له الاكسرسيس بتاعنا بقى عليه كده، عايز اعملها في النيجاتيف، يلا فكر معايا. وكمان صرف الفيرب، عايز اقول له افونتيير ال، تمام، ها السو هتبقى ايه يا شباب؟ زي ما هي سو مظبوط، وبعدين هتجيب الاكسيليير مين يا مسيو؟ ده في سو في الاول او برومينو، يبقى هجيب الاكسيليير مين؟ ات. برافو عليك، لاحظت ان دي انتهت ب ودي بدات ب اس، تمام، دي بدات ب ودي انتهت ب، فبعمل ده فبقول بالمنظر ده كده اقول له ال سي، وبعدين بقول له ها بني عادي خالص، تمام. طيب هنا مين؟ قد مظبوط ماسكولان ولا فيمينان؟ برافو فيمينان. سنجلي ولا بلوريال؟ بلوريال، يبقى اقول له فيمينان وبعدين البلوريال بتاعها، وهتبقى الجمله بتاعتي كده. طب عايز اعملها نيجاتيف يا مسيو؟ حاضر. عايز اعمل نيجاتيف بعمل مين؟ باخد ال واخد سو كمان معاها دي ما بين النو والايه يا رجاله؟ والبا، يبقى اقول له انو سي با بيني. ها ديفون، اكمل جملتي عادي برضه اهو لو ميروار. حد كده فاهم؟ طب نشوف تاني، شوف هنا افونتيير، ها مين يفكر معايا؟ فكر مظبوط ال، ها دي هتفضل يبقى ايه؟ سو، وهنعمل كده اوتوماتيك بقى المره دي، ما انا عرفت ان احط اكل بادئ بغ، مش كل مره هكتبها وهعمل لها حذف، واقول له برضه كوافي زي ما هي. طيب خلاص ال سنجولي في ميناء، يبقى هقول له ال الثانيه. طب عايز احولها نيجاسيون، خلاص عرفت، هاخد الفيرب والنوم والبرنوم معايا ما بين النو يا شباب ومين والبا، وما ياثرش في الجمله خالص انك نفيت الجمله بالمنظر ده. ميرسي.